حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ بالمدى. هجمات جرف الصخر وآيات المدنيين تختلف عن المواقف الرسمية وتكتم شديد داخل الناحية. أما في الزمان، مجلس الوزراء يوافق على مقترح المفوضية تمديد موعد الانتخابات إلى تشرين. أنقرة تقترح على بغداد عملية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني في سنجار. واشنطن تعفي منظمة الإغاثة من العقوبات المتعلقة بالحوثيين. في الاتحاد الإماراتي، أعضاء ملتقى الحوار الليبي يتفقون على آلية اختيار سلطة تنفيذية جديدة. في الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي يحذر إيران من منعطف حرج للاتفاق النووي. وفي القدس العربي، في كلمة وداع ترامب يتباهى بأنه أول رئيس منذ عقود لم يخوض حربا جديدة. انشغلنا جميعا بحكاية الانتخابات، وهل ستعقد أم ستؤجل؟ وتناسينا أمورا حيوية تتعلق بالمواطن، منها أن كثيرا من دول الجوار بدأت حملات التلقيح ضد كورونا في الوقت الذي يعتقد فيه الساسة أننا بحاجة إلى جرعة لقاح جديدة من الديمقراطية. هذا ما كتبه علي حسين في صحيفة المدى، الذي أكد أنه في كل مرة يذهب العراقيون إلى الانتخابات ويأملون أن تصلح هذه الديمقراطية المزعومة أحوالهم المعيشية، لكنهم يجدون أن القوى السياسية لا تزال تتمتع بفيتو حظر ضد أي مطالبات شعبية لا تراها ملائمة مع ثوابت الديمقراطية العراقية. في كل مرة نجد الأحزاب السياسية تصر على لفلفة الديمقراطية ووضعها في جيبها الأيمن، وتعلن خشيتها من دولة العدالة الاجتماعية، حيث يعتقد البعض من دراوشة الساسة أن مشكلة العراقيين ليست مع غياب الخدمات والفقر والمحسوبية والانتهازية، وإنما مشكلتهم أنهم قوم كفرة يعيشون عصور الجاهلية، وأن من واجب حماة الفضيلة أن يهدوهم إلى طريق الهداية. كانت الناس تتمنى أن تحقق الانتخابات التعايش بين مكونات المجتمع العراقي كافة، وكانت الناس تتمنى أن تترجم صناديق الانتخابات إلى مؤسسات تحتضن الكفاءات وقوانين تحارب الطائفية والانتهازية السياسية وسرقة المال العام، غير أن السنين والأيام الماضية أثبتت أن أحزابنا الفاضلة مصرة على اختطاف مفهوم دولة المواطنة بعيداً عن جوهره الحقيقي، محاولين تسويقه على أنه معركة للفضيلة والإيمان. اعتقد العراقيون البسطاء في البداية أن ذهابهم بكثافة إلى الاستفتاء على الدستور في تشرين الأول من عام 2005 سينهي كل مشكلاتهم، ففوجئوا بأنه يعمق هذه المشكلات والانقسامات، ثم وقفوا في طوابير طويلة في انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات أملاً في تهدئة نفوس الساسة الثائرة من أجل الكراسي والمناصب والانطلاق نحو عملية ديمقراطية، فاكتشفوا أن الانتخابات انطلقت بهم إلى عالم زائف ومخادع من الممارسة السياسية. أضاف الكاتب أنه لا يريد أن يستبق الأحداث والانتخابات لم تجر بعد، ولكن ليس مستبعداً أن نفاجأ جميعاً بأن مجلس النواب المقبل هو استنساخ للبرلمانات التي عشنا معها فصولاً من الكوميديا الديمقراطية. بينما كان المسؤولون في الحكومة الحالية يسوغون كل الكوارث التي تحل بأبناء الشعب حتى مدة قريبة بأنها نتيجة الإرهاب والقوى الخارجية والطرف الثالث، برزت على السطح في الآونة الأخيرة تصريحات بوقع مختلف تلقي اللوم إما على المواطنين أنفسهم
وإما تقلل من تأثيرها لكونها أحداثاً اعتيادية مشابهة لما يحصل في بقية أنحاء العالم، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، وهذا ما ذكرته هيفاء زنجنة في مقالها بصحيفة القدس العربي. في العراق بات الجوع رفيقاً دائماً للطفل، يمتد على مدى الأيام والأعوام ويبتدئ في نقص واجبات الطعام فحسب، ولكن في أبعاد أخرى تجعله محصوراً مع فئات سكان الهشة البالغة 42% من السكان، مما يواجهون مخاطر أعلى كونهم يعانون من الحرمان من التعليم والصحة والظروف المعيشية والأمن المالي. هذه الحقائق المخيفة دفعت اليونيسيف إلى إطلاق تحذير للحكومة من حالة الفقر التي انحدر فيها البلد ووضع الأطفال وفقدانهم حقوقهم الأساسية، كما أصدرت مجموعة توصيات إلى الحكومة حول إيجاد حلول آنية وسريعة لمعالجة الفقر الغذائي وأخرى استراتيجية لمعالجة جذور الفقر حتى لا يحرم الطفل من حقوقه في الصحة والأمن والحرية والتعليم والماء النظيف واللعب، وهي حقوق على الحكومة ضمانها، إذ إن العراق عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وملزم بما يضمن حقوقهم آنياً ومستقبلاً. الحقيقة الثانية المتعامى عنها تعمداً من قبل المسؤولين هو حجم الفساد الذي ينقر المؤسسات في حكومة تديرها مجموعة لصوص تتقاسم المغانم وفق محاصصة سياسية طائفية وعرقية، وإن اللائمة لا تقع كلية على فيروس كورونا الذي يعتبر تأثيره ضئيلاً بالمقارنة مع حجم مأسسة الفساد الحكومي وميليشيات الأحزاب المنخرطة بالنظام. أضافت الكاتبة أن تصريحات المسؤولين الحكوميين والنواب لإدانة الفساد تأتي لترشف الملح على الجروح، فهم جميعاً بلا استثناء يدينون الفساد وكأنه هطل عليهم من الفضاء الخارجي. أما محاولتهم تقليل التأثير المدمر لفسادهم على البلد وأهله ومستقبله المتمثل بمستقبل أطفاله فلن تمر مروراً عابراً كما يتصورون، فالتاريخ قد يغفر للساسة أخطائهم وقد يسوغ جرائمهم، إلا أنه لا يغفر لهم سرقة حليب الأطفال. نشر موقع نيوزري الروسي تقريراً تحدث فيه عن قرار إيران والميليشيات الشيعية الموالية لها تركيز وجودها العسكري في العراق بدلاً من سوريا، وذكر الموقع في تقريره أن الأراضي السورية أصبحت تمثل مشكلة للقوات الإيرانية بسبب تزايد القصف الصهيوني، فضلاً عن الضغط الذي تفرضه الولايات المتحدة بسبب سياسة فرض العقوبات. الموقع أضاف نقلاً عن تقارير حديثة صادرة عن المخابرات الإسرائيلية أن القوات الموالية لطهران تعمل على إنشاء بنية تحتية من أجل إعادة الانتشار في العراق. بدورها نقلت صحيفتها آرتس الإسرائيلية عن مسؤول استخباراتي أن إيران أجرت تقييماً للأضرار بعد أن أدركت صعوبة التواجد بالقرب من الحدود مع إسرائيل، ما جعلها تحول أنظار نحو العراق وتنشر هناك صواريخ يمكن أن يصل مداها لأي نقطة على الأراضي الإسرائيلية ويمكن نقلها عن طريق التهريب إلى مواقع أقرب. وفقا للتقديرات بعد تولي جو بايدن رسميا السلطة في الولايات المتحدة من الممكن أن تفقد القيادة الأمريكية اهتمامها بالعراق كساحة للصراع المسلح المحتمل، الأمر الذي سيعطي للقوات الإيرانية فرصة لتعزيز نفوذها في هذا البلد. علاوة على ذلك تقيم الدوائر الانتخابية الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية بشكل سلبي احتمال استئناف الولايات المتحدة المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني خوفا من ضعف ضغوط العقوبات التي زادت في عهد دونالد ترامب ضد إيران. ووفقا للمخابرات الإسرائيلية من الممكن أن تدفع العديد من العوامل بالحرس الثوري الإيراني لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد خصومه في المنطقة.
وأفاد الموقع الروسي بأن إيران نظرت في مسألة إعادة نشر قواتها بعد شن كيرسون غارات جوية استهدفت مواقع في شرق سوريا، يعتقد أنها تابعة لإيران والميليشيات الموالية لها، وذلك بعد التهديدات الجديدة. فإنه من غير المستبعد أن يوسع الكيان الصهيوني غاراته الجوية في العراق. استفتحت طائرات الاحتلال الصهيوني سنة الجديدة بضربتين على سوريا، شنت في إحداهما 18 غارة حربية على مواقع تابعة لنظام الأسد والقوات الإيرانية في دير الزور والبوكمال وفي جواريهما. مالك ونوس رأى في صحيفة العربية الجديد أن هذه الغارات تعد بمنزلة إدخال سوريا في طور جديد من التدمير الممنهج تقوم به القوات الصهيونية، ويتميز بعجز سوري وإيراني عن رده أو الرد عليه. لا يمكن تصنيف الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على سوريا على المناطق المذكورة فجر يوم 13 من كانون الثاني الجاري ضمن إطار التصعيد الروتيني الذي درج عليه الإسرائيليون منذ اندلاع الحرب في سوريا، بل هي بمثابة حرب غير معلنة. إنها حرب استنزاف ستدمر ليس المناطق المستهدفة فحسب، بل كل ما يمكن أن يساعد القوات الإيرانية على تثبيت تموضعها في النقاط والقواعد التي تشغلها الآن في سوريا. ويمكن لهذه الحرب أن تتعدى سوريا فتطال لبنان والعراق وربما المنطقة برمتها بسبب ارتباط دولها بمحور واحد تتحكم فيه إيران. فالغارة طالت أهدافاً عدة دفعات واحدة وأوقعت أكثر من 50 قتيلاً وغيرهم من الجرحى من الإيرانيين والسوريين ومن الفصائل المدعومة من إيران والمكونة من جنسيات مختلفة. وإذ تميزت هذه الغارات بعنفها وكثافتها واستمرارها مدة أكثر من المعتاد في الغارات السابقة، فإنها تدل على أهمية الأمكنة المستهدفة وتنوعها وإمكانية وجود تحصينات كبيرة وأنفاق يحتاج التعامل معها إلى كثافة نيران واستهداف واسع النطاق. في ظل هذه الأجواء سيستمر الطيران الإسرائيلي في تنفيذ سياسة الاستهداف التي وضعها أمامه، وستكون سوريا عرضة لمزيد من الآلام ومناطقها وبنيتها التحتية لمزيد من التدمير. أضاف الكاتب أنه أمام هذا الواقع يستمر المواطن السوري بدفع ثمن كل ما جرى على أرضه من انتهاكات سببت الحرب وزادها، وربما سيزيدها أكثر التأخر في إيجاد حل سلمي لقضيته. يبدأ اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن ولايته في مناخ داخلي محموم وخارجي مأزوم. الصورة تبدو في الشكل ملائمة لسهولة القراءة فيها لدى المراهنين على عودة سريعة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وعند المتخوفين من أن تكون رئاسة بايدن ولاية ثالثة للرئيس أوباما. رفيق خوري رأى في صحيفة اندبندنت عربية أن ملامح الصورة خادعة لجهة التصور أنها عودة بالزمن إلى ما قبل 4 سنوات عندما كان بايدن نائب أوباما. المشهد ليس بسيطا، واللعبة بين واشنطن وطهران أشد تعقيدا مما في الخطاب والعمق. أوباما كما قال أيام إدارته توم دين لون المقرب من بايدن يدير ماكينة مركزية من دون خبرة في السياسة الخارجية ومن دون استراتيجي في البيت الأبيض مثل كيسنجر وبريجينسكي. وقد اختار تبسيط اللعبة مع إيران ضمن تصور ارتجالي لشرق أوسط منقسم بين محور شيعي بقيادة إيران ومحور سني بقيادة الإخوان المسلمين. بايدن المخضرم والخبير في السياسة الداخلية والخارجية لم يكن صاحب القرار، ومن الصعب رؤية بايدن الرئيس يتجاهل خبرته وتعقيدات المشهد الشرق أوسطي ويعود إلى تبسيط الصورة مع إيران، فلا هو مستعجل حيث أولوياته متعددة، ذلك أن إدارة بايدن تريد العودة أولاً إلى حلفائها الأوروبيين وإشراكهم إلى جانب أصدقائها العرب في المفاوضات،
وما تطلبه، كما قال بلينكين المعين وزيرا للخارجية. ليس فقط صد الثغرات في الاتفاق النووي، بل أيضا التفاوض على الأمور التي تركها أوباما حين رفضت طهران البحث فيها، وهي الصواريخ الباليستية والسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط. المفارقة أن طهران التي راهنت على سقوط ترامب وفوز بايدن تضع كل الحواجز الممكنة أمام الرئيس الجديد. وبحسب الكاتب أنه مهما يكون الجواب فإن المؤكد هو صعوبة التفاوض. واللافت أن جمهورية الملالي هي النظام الثوري الوحيد الذي يفتقر إلى القوة الناعمة، فيبالغ في عرض القوة الخشنة التي لا تخيف أمريكا. نشر صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا كتبه باتريك كوبرن، قال فيه إن ما أفسده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة يصعب إصلاحه. ويذكر الكاتب أن بعض المراقبين يتخوفون من استمرار أفكار ترامب حتى بعد مغادرته السلطة، وأنه ربما يعود بعد 4 أعوام. الكاتب يرى أن هذا الأمر مستبعد تماما، بل يكاد يكون مستحيلا، لأنه سيكون بعيدا عن البيت الأبيض ولا يملك الأوامر التنفيذية التي يبهر بها أتباعه، كما لم يعد له صوت مباشر عبر تويتر ومحطات التلفزيون مثلما كان الحال وهو رئيس. فهو الآن معزول، غير قادر على إمتاع الجمهور مثلما اعتاد، ولا يستطيع تصدر عناوين الأخبار مثلما كان يفعل من قبل. ويضيف الكاتب أن مشكلة التيار الترامبي أنه لا تقوم له قائمة دون ترامب نفسه، فهو ليس تيارا مثل الفاشية الأوروبية في العشرينات والثلاثينات، بل هو مزيج غير منسجم من الخوف والكراهية والأحلام. ويقول الكاتب إن الذاكرة الجماعية العالمية لن تنسى أبدا أن الولايات المتحدة أنتجت رئيسا مثل ترامب يسيء إدارة أزمة فيروس كورونا ويترك 400,000 أمريكي يموتون بسبب ذلك. ويضيف أن جميع القوى العظمى في العالم لها جانب من المبالغة التي في تفوقها على غيرها، وقد ظهر هذا الهراء في ترامب، فضعفت الولايات المتحدة بسببه إلى الأبد. ويذكر أن الولايات المتحدة عرفت انقسامات بسبب العرقية وعصر العبودية وسنوات الحرب الأهلية، وقد طوت هذه الصفحات التاريخية، لكن اقتحام مقر الكونغرس أثار مخاوف من أن تتكرر هذه الأحداث مستقبلاً. وأضاف الكاتب أن ترامب الرئيس لم يفعل شيئاً غير تعزيز برنامج الجمهوريين التقليدي، وهو خفض الضرائب وتخفيف القيود. أما بالنسبة لأتباعه من الطبقات المهمشة فكل ما أعطاها هو الكلام والوعود. قرر مجلس مدينة دندن في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا إغلاق طريق لمدة شهر للسماح لفقمة البحر النيوزيلندية هيريروا، والتي تعد من أندر أنواع الفقمات في العالم، برعاية مولودها الجديد بعد ولادته في ملعب للغولف والذي يفصله شارع عن شاطئ البحر لتنتقل بحرية كاملة بين البحر والملعب. وكتب مجلس مدينة دندن على فيسبوك: أغلقنا الطريق المؤدي إلى الشاطئ لمنع أي حركة مرورية تمنع تحرك هيريروا بحرية، ويمكن لرواد الشاطئ زيارته سيرا على الأقدام أو بالدراجة، مع إجراءات أخرى كالابتعاد عن الفقمة مسافة 20 مترا إذا كانت تمشي بالقرب منها أو إذا كنت تسير مع كلبك مثلا. وأوصى المجلس لاعبي الجولف بالابتعاد عنها عند رؤيتها إذا كانوا يمارسون الرياضة. هذا وذكر مجلس المدينة أن الفقمات النيوزيلندية تعد الأندر في العالم وهي مهددة بالانقراض. ونبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
وبهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.